كنت فاكر إنه سهل إنك تعمل بحث عن بطولات الشرطة، ده الموضوع كبير قوي. أنت بتحكي حكايتك وحكاية كل الشعب المصري من 70 سنة وأكتر، أحداث كتيرة وتضحيات أكتر عشناها وبنعيشها لحد دلوقتي، ولازم نعرفها وندرسها ونعلمها لأولادنا. ياه، صوتك على طول جوايا وكلامك محفور في قلبي. العدو كل فترة بيتغير، لكن ضابط الشرطة المصري والشعب المصري دايماً بيبقوا قد المسؤولية. معك حق، علشان كده أنا لازم أكمل الطريق وأبدأ من أرض المعركة. الأرض دي ما شافت حكايات وياما تراود بدم الشهداء. هنا كان صوت طلقات الرصاص والمدافع، وهنا أطهر دم سال، وهنا استشهد أبطال من الشرطة علشان تحيا مصر. حضرتك بخير؟ أقدر أقدم لحضرتك أي خدمة؟ أكيد. كل اللي دخل المبنى ده كان بيخدم البلد والناس. أنت عارف إيه اللي حصل هنا؟ طبعاً، أنا باحث، قريت كتب كتير وسمعت عن الأبطال دول. اللي سمع غير اللي شاف وعاش. أنا عشت هنا أيام المجد والتضحية، كنت عيلة صغيرة سنة 52. شايف الصور دي؟ كل صورة وراها قصة. طبعاً أنت عارف حكاية 25 يناير سنة 52، لكن اللي ما تعرفوش إنها ما كانتش معركة واحدة. هم حاولوا قبل كده لكن فشلوا، تصدلهم رجال الشرطة وكبدوهم خسائر فادحة، علشان كده اضطروا ينسحبوا، لكن رجعوا تاني بأسلحتهم التقيلة المتطورة. وكانت المعركة شرسة جداً، لكن رجال الشرطة كانوا أشرس منهم ودفعوا عن البلد بكل روحهم وبسالتهم. قراية كتب التاريخ غير إن أشوفه متجسد قدامي. في 25 يناير لما جيش العدو حاصر المحافظة بدباباته وطياراته وأسلحته التقيلة، أبطالنا مرضوش يسلموا السلاح، والضباط والجنود ومعاهم الفدائيين كانوا إيد في إيد وكتف في كتف، وتعهدوا من غير ولا كلمة إنهم حيفضلوا يقاوموا لغاية آخر نقطة دم. المعركة ما كانتش متكافئة، رجالتنا كانوا شايلين بنادق قديمة وأسلحة خفيفة، والعدو جايب دباباته وأسلحته المتطورة. رغم الشهداء والجرحى ونفاذ الذخيرة، أبطالنا اضطروا يخرجوا للعدو اللي احترم بسالتهم وضرب تعظيم سلام لرجال الشرطة. احنا كسبنا المعركة، كسبناها بالكرامة والعزة والحق. حضرتك كأنك حاربتي معاهم. الحكاية دي محفورة في قلبي، هي اللي أنا عايشة بيها. بس خد بالك، الحكاية ما انتهتش هنا، الحكاية بدأت من هنا. وطبعاً أبطال الشرطة المصرية بدأوا مسيرة كفاح وطني وكان ضروري يكملوها. أنا دراستي خلتني أقرأ كتير في تاريخ وبطولات الشرطة والجيش والشعب كمان. دراستك؟ أنت قريت الكتاب ده؟ الأطلس التاريخي لبطولات شعب بورسعيد عن 1956. الكتاب ده أصدرته لجنة التاريخ والتراث بمحافظة بورسعيد، وكان معظم أعضاء اللجنة من المؤرخين اللي عصروا حرب بورسعيد وبطولاتها سنة 56. الكتاب ده أكيد هيكون مهم بالنسبة لي وبالنسبة لكل باحث وقارئ. الكتاب ده فيه فصل قصص بطولات الشرطة في حرب بورسعيد، ملحمة عظيمة من الشجاعة والبطولة والفدا. معركة 56 أنا فاكراها كويس قوي قوي، حفظاها زي كف إيدي بالظبط. الجيش كان بيحارب على الجبهة،
والشرطة كانت بتأمن الجبهة الداخلية، والشعب كان على قلب رجل واحد. لا ده أنا كده لازم أعرف الحكاية من أولها. الحكاية حكاية شرطة وجيش وشعب اتحدوا مع بعض وبقوا إيد واحدة في وش العدوان الثلاثي. ضابط من المخابرات الحربية كان بيتابع تحركات اليوز باشي مصطفى كمال الصياد، الضابط بقسم العرب، قائد عمليات المقاومة الشعبية في بورسعيد. كأني شايفاهم دلوقتي بيخطوا أول خطوة في طريق الحرية. منور بورسعيد يا سيادة الصاغ، تشرفت بحضرتك. بس أنا أعرفك من زمان ومتابع نشاطك الوطني في تدريب الفدائيين، عشان كده اخترت أن أنا أقابلك النهاردة، لأن في نوع من الحروب بيحتاج لرجال مخلصين من المدنيين. أنا ومجموعاتي العشرة جاهزين ومتدربين. فرق المقاومة الشعبية هي اللي هتطرد العدو في كل مكان، من بيت لبيت ومن شارع لشارع. لازم يفهموا أن مصر جيش وشرطة وشعب كلهم في رباط إلى يوم الدين. يبقى نكون على اتصال. أنا هعرفكم من خلال أجهزتنا بتحركات العدو، وإنتم تتولوا قيادة العمليات على الأرض. وإحنا مش هندوقهم طعم الراحة وهنجبرهم يسيبوا البلد. يبقى نتعاهد على النضال. نتعاهد. كانت إيه أول خطوة في المقاومة؟ اليوز باشي مصطفى الصياد كون 10 مجموعات من الفدائيين، كل مجموعة عليها ضابط شرطة بيعلم الأهالي ويسلحهم ويدربهم على فنون القتال. أنا قريت كمان إن اليوز باشي مصطفى كمال الصياد كان ليه حيل عجيبة في تهريب السلاح للفدائيين، زي مثلاً فكرة الصيادين. أخبار السمك يا ريس؟ طازة وعلى الفرازة، ده أنا هشيل الطوالي كلها. حضرتك شرفت يا فندم. اعمل نفسك بتفاصلني. بقول لك يا سيد المعلمين، انا كلمتي واحده والسعر اللي اتفقنا عليه ما ينقص مليم. طب نعين البضاعه الاول. خلي بالك رجال بورسعيد كلها مستنيه المدد ده. رقبتي كفايه، انا حضرتك شرفتني وحملتني الامانه الغاليه دي. وانت قد الامانه يا ريس زكي، وما تخافش رجالتي كلها متابعينك على الطريق. توكلنا على الله. شد حيلك. مكتب مباحث قسم العرب بتدار فيه أحداث طبيعية كل يوم لمواجهة المجرمين والخارجين على القانون، لكن في نفس الوقت بتدار فيه عمليات المقاومة الشعبية. اليوز باشي مصطفى كمال الصياد اختار مكان لا يمكن يشك فيه العدو. يعني كان بيقابل الفدائيين جوه القسم ويرسم لهم الخطط والتعليمات كمان. تمام يا فندم، الجماعة المشاغبين اللي كانوا بيتعاركوا عملنا لهم ضبط وإحضار حسب الأوامر. هاتهم في المكتب وامشي انت. بس دول خطرين يا فندم. سمعت مصطفى بيقال لك ايه؟ نفذ الأمر. تمام يا فندم. تمام يا فندم. اطلع انت دلوقتي. معلش بقى يا رجال، للضرورة أحكام. كنا لازم نتأكد إن مفيش حد بيراقب اجتماعنا. أنا يا فندم جهزت كشف بتحركات أفراد الدورية اللي سيادتك طلبتها. عاش يا بطل. وأنا عرفت أماكن تخزين السلاح. وأنا يا فندم وزعت كل المنشورات اللي حضرتك أمرت بيها. بس أنا يا فندم كان نفسي أشارك بعملية كبيرة بجد. أنت فاكر إن دورك صغير؟ أنت بتوعي الناس وتحمسهم. خدوا بالكم يا رجالة، إحنا داخلين على أخطر مرحلة. وإحنا قدها وقدود وجاهزين. معاكم في ظهرك يا قائد. حضرة الضابط حسن، أخبار تدريبات الرماية إيه؟ تمام يا فندم، والرجالة كلها على أعلى مستوى. جاهزين نبدأ من بكرة، وكل مجموعة تعرف تحركاتها في الوقت المناسب. الشرطة حماية، والحماية عايزة بسالة وقوة، والقوة والبسالة عايزين الحكمة في اتخاذ القرار. ضابط الشرطة المصرية كان درع الأمان للمقاومة الشعبية، مش بس كان بيدرب الفدائيين وبيسلحهم، لأ وكمان كان بيأمن حركتهم عشان ينفذوا عملياتهم ويرجعوا بسلام. عندك مثلا البيت ده تحت منه سرداب كان الرائد منير الألف بيقابل فيه رجال المقاومة. يلا يا رجالة بسرعة ما فيش وقت. تمام يا فندم، كله كده زي الفل. في رجل شرطة برضو يقول الكلمة دي؟ اظبط لسانك، ارفع السلاح ومسكه كويس. وانت دقنك دي تحلاها قبل ما تتحرك عشان العملية. امرك يا فندم. سؤال يا فندم. اسأل. لو حد من الأهالي قابلنا في الطريق وطلب خدمة، نتصرف إزاي؟ اتصرف معاه عادي،
كأي رجل شرطة وساعدهم. مجموعة اتنين بزي المطافي جاهزين؟ تمام يا فندم، هنروح ناحية حرير خوص ونشغل سلنت المطافي ونتأكد ان دورية العدو بتراقبنا. مجموعة واحد تتحرك أثناء إطفاء الحريق، تخلصوا العملية وترجعوا بأقصى سرعة. ما تخافوش، أنا مأمن ظهركم. عارفين معنى البدل اللي انتوا لابسينها دي ايه؟ دي شرف رجال الشرطة، لازم تاخدوا حق بورسعيد كلها في العملية دي. ربنا معاكم. العسكري المصري لا يمكن يسيب سلاحه أو موقعه أبدا. عندك مثلا السعيد حمادة، عسكري مصري أصيل شجاع بطل، كان موقع حراسته قصاد الأنصولية الإيطالية. ادخل جوه القنصلية، انت مش خايف ان حد يضرب عليك نار؟ اتفضل جوه يا سيادة القنصل، ده مكاني وما ينفعش اسيب موقعي ابدا. الوضع دلوقتي صعب جدا، وجودك هنا في خطر على حياتك، ادخل جوه القنصلية. يا فندم ما ينفعش اسيب مكان حراستي ولا ينفع اسيب سلاحي، كده هتموت هنا. حياتي مش اغلى من بلدي والواجب اللي عليا. اتفضل جوه يا سيادة القنصل. السلاح هيفضل في ايدي لحد ما القائد يستلم. يا بخت بلدك بيك. كانت ضرب من كل ناحية، لكن ما كناش خايفين، كنا حاسين بالأمان لأن رجال الشرطة كانوا في ظهرنا. عندك مثلا رقيب الشرطة إسماعيل علي أبرابي اللي أنقذ الفدائيين من إيدين العدو رغم إصابته، فضل يزحف يزحف لغاية ما راح بيت السلام اللي هو بيت الشاعر، ملاذ كل الفدائيين. اوعى يكون حد منهم قطرك. مش متأكد. يعني ايه مش متأكد؟ معرفش. Your hands up, hurry. سلم نفسك. ارمي سلاحك منك ليه؟ شيلوا معايا على المستشفى. مفيش وقت، اهربوا بسرعة. لكن انت بتنزف من غير ولا كلمة. زمايلهم زمانهم في الطريق. يلا يلا. يا ساتر يا رب، يا ساتر يا رب. اسند علي، اسند علي يا اخويا. خد نفسك، خد نفسك على ما نربط لك الجرح. اسمك يا اخويا، اسمك يا عشان اطمن اهلك. رقيب شرطة اسماعيل علي العرابي. قولي لمراتي عايز ابني يبقى ظابط ويكمل المشوار. هتعيش ان شاء الله، هتعيش وتشوفوا ظابط قد الدنيا. ما تمسحيش دمي اللي بينزف، سيبيه يروي تراب مصر عشان تفضل فاكراني. بيقولوا في الامثال ان الضنا غالي، فما بالك بقى باللي بتضحي بضناها في سبيل بلدها. لا ده كده تبقى حالة نادرة. فعلا الست زينب الكفراوي حالة نادرة. أنا ممكن أحكي لك عنها قصص وحكايات عن بطولتها واستبسالها وإخلاصها لبلدها. عندك مثلا البيت الصغير ده اتولدت فيه حكايات وحكايات. زينب طمني، ما تخافيش، احنا هنا لحمايتكم، واستحالة نعرض حياة ابنك للخطر، بس ما فيش طريقة نمرر الأسلحة غير بالطريقة دي. الأكمنة بتاعتهم موجودة في كل مكان. أنا عليك ابني يا زينب، ده ضنايا حتة مني يا أبلة، وإحنا حتة من البلد دي وما نسويش حاجة من غيرها،
ولا رجالتنا يموتوا واحنا نقف نتفرج؟ واحنا بايدينا ايه بس يا زينب؟ بايدينا كتير قوي يا ابله. لازم نوصل السلاح ده للفدائيين، ومفيش حل ان السلاح يوصل لهم غير بالطريقه دي. والقنابل دي لو انفجرت احنا هنعمل ايه؟ استحاله تنفجر، دي متامنه كويس جدا، اطمني. وخلي بالكم الكمين ده مش بيعدي اي حد بالساهل. كل اللي عليك انك هتخلي ابنك على العربيه دي وهتمشوا بمنتهى الثبات من غير اي خوف. احنا حواليكم في كل مكان ومامنين ظهركم. ايه في العربية دي؟ يعني مش شايف؟ سيبنا نعدي قبل ما الليل يليل. افتحي العربية. انت ما عندكش قلب؟ الولد نايم. It's a baby, let them pass. شفتي؟ ابني بقى بطل من وهو في اللفة. ملحمة عظيمة ادت للعدو اكبر درس في حياته. الناس فاكرة ان البطولة في ميدان القتال وبس، لا، دي البطولة ذكاء وقوة وشجاعة وحيلة. مثلا عندك المستشفى دي اتدبرت فيها حيلة جديدة، ازاي نوصل المعلومات والخرائط المهمة للقيادة العامة في القاهرة. دي قصة الضابط حسن رشدي مفتش المباحث العامة. هو كان مجنن قوات الاحتلال. تمام يا بطل، ما تنساش اللي لبيتك عليه، ما تتحركش خالص. انا مش عارف اشكرك ازاي يا دكتور. انا ما عملتش غير واجبي زي ما انت بتعمل واجبك. بيتهيالي بقى نندهلهم يطمنوا عليك. اتفضلي يا هانم. انا قلبي كان حاسس، اشتبكت في معركه. انا عايزك تعرف انك بقيت راجل، وخليك فاكر ان الابطال بيعيشوا عشان بلادهم وبيقدموا ارواحهم وقت الجد، وانت لازم تكون بطل. وحياه اغلى حاجه عندك، تقولي في ايه؟ تعال معايا يا حبيبي. وحياتك انت ما في اي حاجه، انا كويس. كل الموضوع انه في معلومات مهمه جدا لازم توصل للقياده في مصر باي ثمن، وما كانش في طريقه غير اني اخبي الورق والخرايط في الجبس واعمل نفسي مصاب. بس دي مخاطره كبيره، انت عارفه من الاول حياه ضابط الشرطه كلها مخاطره. عارف، خلي بالك على نفسك، خلي بالك على مصر. إيد الشرطة كانت في إيد كل مصري، رجال مقاومة وفدائيين وتجار وصيادين وستات ورجالة. المرأة كانت دايماً سند في وقت الشدة. طبعاً، حد ينسى الست فتحية الأخرس؟ قصدك أم علي؟ لا، ده كان اسم الشهرة. هي كانت فدائية تحت قيادة اليوزباشي مصطفى الصياد. عندك مثلاً في عيادة الدكتور جلال الزرقاني كانت بتخبي الفدائيين من بطش العدو وجبروته. هم تأخروا كده ليه؟ أنا بدأت أقلق عليهم. ما تقلقش، الغايب حجته معاه. الله أكبر، شكلهم نفذوا العملية. تمام يا فندم، العملية تمت بالنجاح، الإنجليز قلبين علينا الدنيا بره. اطلعي شوفي الجو بره عامل إيه. حاضر يا أبله. زي ما حضرتك قلتلنا نخلص العملية ونيجي عند الست فتحية. هنفديكم بروحي، الأبطال اللي زيكم يستاهلوا إن احنا ندافع عنهم. الحق يا أبلة فتحية، الإنجليز جايين على هنا. عطليهم على قد ما تقدري، اطلعوا على السرير بسرعة وخبوا الأسلحة دي. ما تتحركش خالص ولا نفس. استنى هنا، هو في إيه؟ ما ينفعش كده. مين مسؤول هنا؟ أنا عندي معلومات إن في فدائيين موجودين هنا. أنت مجنون؟ فدائيين إيه اللي في المستشفى؟ سيبنا في حالنا بقى، في مريض مات ولازم نبلغ عشان تصحيح الدفن. مات؟ أوكي، إحنا هنتأكد بنفسنا. إيه جبروتك؟ هتنتهك حرمة الميت كمان؟ أهل الميت جايين في الطريق، ولو لمسته هتبقى مصيبة. ليتس جو.
هفهم عليك يا ام علي. لا خفتي ولا اتهزيتي. جميلك ده مش هننساه العمر كله. ربنا ينصركم ويحميكم يا رب. مصر مش هتنسى جمالك ابدا يا ست فتحيه. ربنا يخليكم لمصر. كلنا فدا مصر. تاريخ سجل بحروف من نور امجاد معركه 56 من الشرطه والجيش والشعب. شوفي حضرتك المقال ده في جريده اسمها الانتصار، صدرت اثناء المعارك. علينا ان نقطع دابر اي مؤامره ترمي الى بث البغضاء بين الحكومه والشعب او البوليس والاهالي او بين الجيش وسائر المواطنين. ان كل الانتصارات التي حققناها لم تتم جزافا، وانما تمت لاننا خضنا المعركه متحدين. ان المحافظه على ما احرزناه من مكاسب يحتم علينا ان تستمر هذه الوحده. واسمها ايه بقى المقاله دي؟ معركه بورسعيد لم تنتهي. معركه مصر كلها لسه ما انتهتش. تعال معايا. ساعات العدو بيغير من شكله وأساليبه وخططه، ساعات يقابلك من غير سلاح ظاهر، وجايز كمان يبقى هو من جواك ويفاجئك بالخيانة والغدر. لكن لا، مصر بخير مادام في مصر رجالة بيضحوا بنفسهم علشان خاطر بلدهم، تبقى مصر بخير ومنتصرة وحترد كيد العدو. إن القوات المسلحة لم يكن في مقدورها أن تصم آذانها أو تغض بصرها عن حركة ونداء جماهير الشعب المصري. شوف البطل اللي فدى بلده يوم 30/6 وشال روحه على كف إيده، ما همهوش نفسه، لأ، كان همه بلده بمنتهى الشجاعة والإيمان والضمير الوطني. ما فكرش في نفسه لحظة، فكر بس إزاي يحمي البلد من اللي عايزين يخطفوها. علشان كده الشعب كان كله إيد واحدة، رجالة وستات ملايين في الشوارع، مش في محافظة ولا اتنين، ده في كل شبر في أرض مصر. الكل آمن باللي قاله يوم الفدا، ولما نادى الكل لبى الندى، كلنا فدا مصر.